إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، ما زالت الانطلاقات متواصلة والفعاليات مستمرة على أرضية ميدان التحدي بتحديات ومنافسات سن الحقائق ومسافة الأربعة كيلومترات. نبدأ معكم وبحضراتكم بالنداء للأسماء الخمسة الأولى لنتابع على بداية هذا الانطلاق شعار بن جبران الحاضر والمنطلق. من يقدم لنا شاهين على البداية؟ جابر بن سالم بن جبران المري. من يقدم لنا شعار النجوم؟ البطل بتحدياته وانطلاقاته الجميلة ودفاعاته المميزة ليتواجد على المركز الأول وبانطلاقة أول الأسماء. المركز الثاني، أتابع مشاهدينا الكرام انطلاقة المركز الثاني والحضور والتواجد بهذه اللحظات من قبل تحديات هذه الأسماء وهذه الشعارات الحاضرة. ليتقدم جمل علي بن محمد بن زيد بن ديلة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث، أتابع من ميمنة الميدان صايب لراشد بن محمد بن سالم بوشهاب المري مع المركز الثالث. المركز الرابع، التقدم مشاهدينا الكرام من قبل سياف حمد بن سعيد بن سالم الهاشمي والنقلة إلى المركز الرابع أو المركز الخامس. أتابع مشاهدينا الكرام وقاد لجابر بن حديب بن حربي الهاشمي مع المركز الخامس. هذه هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة في هذه المنافسة. لو تابع أيضا خلف الخمس هنالك أسماء قادمة واصلة لا محالة، نتابعها على الكادر الأسفل من شاشة قناة الريان الفضائية الناقلة لكم أحداث وقايع هذا السباق بإخراج مميز من قبل بن خزينة وكذلك مشارب المخرجين المميزين الذين يرصدون اللقطات الجميلة للمتابعين والعشاق لهذه الرياضة. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع بن جبران من يقدم لنا تحديات الصدارة مع انطلاقة شاهين لجابر بن سالم بن جابر الجبران المري على المركز الأول. المركز الثاني مجمل علي بن محمد بن زيد بن نديلة المري. من يقدم لنا مجمل بانطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث، أتابع القاتم والواصل بهذه اللحظات من يتقدم سياف حمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الهاشمي. من يقدم لنا شعاره بتحديات المركز الثالث. الله يا الأسماء، القدوم من قبل صايب راشد بن محمد بن سالم وشاب المري وهنالك أيضا وصول الطاير مبارك بن ناصر بن مبارك آل شايق الحاجري مع هذه اللحظات وهذه التحديات. المركز الخامس، الوصول مشاهدينا الكرام من النايف محمود بن محمد بن سالم الوهيبي والأسماء قادمة. دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير مع هذه التحديات. لنعود إلى البداية لنتابع بطل هذا الشوط، لنتابع البطل بن جبران من يقدم لنا شعاره مع المركز الأول. لكن مجمل 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 إلا والله تجمل بهذا الانطلاق، بهذا الانطلاق وبهذا الحضور. علي بن محمد بن زيد بن نديلة بن نديلة بن جبران بن جبران بن نديلة الوهيبي قادم، أبناء السلطنة قادمين مع المركز الثالث ليقدمون لنا تحديات وانطلاقة النايف. لكن العودة إلى البداية، العودة إلى الصراع، العودة إلى النزاع. الله بن نديلة قدم لنا مجمل. من تجمل بالانطلاق، من تجمل بالاندفاع مع المركز الأول. لكن الوهيبي قادم مع النايف، النايف مجمل مجمل. أبناء الشحانية، أبناء السلطنة، أبناء السلطنة، أبناء الشحانية. اللقاء الخليجي، اللقاء الخليجي ما بين الضيف والمضيف. مجمل النايف، النايف مجمل. اللحظات الحاسمة. الله إنه
عروس حاير حاير طاير ما بين الأسماء، مجمل مجمل مجمل، لا والله إلا تجمل بهذا الانطلاق الثاني. والتبريكات لعلي بن محمد بن زيد بن ديلة المري المركز الثاني، وصل أو هذا اللي على المركز الأول سياف لحمد بن سعيد بن سالم الهاشمي، تهانينا لأبناء السلطنة بالفعل من خطفوا ناموسي هذا الشوط. المركز الثاني وصل النايف، على المركز الثاني لمحمود بن محمد بن سالم اللي هو بالمركز الثالث، كان الوصول من قبل المركز الثالث شهيد لجابر بن سالم بن جبران المركز الرابع. الطاير لمبارك بن ناصر الشايق المركز الخامس، ادهم لحمد بن مبارك الشايق الهاجري. اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا المنافسه التي حضرت في هذا الشوط. اذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء تابعنا المنافسه التي حضرت في هذا الشوط بهذه الانطلاقه الجميله، لنتابع معكم وبحضراتكم التوقيت الزمني للحظة وصول سياف من خطف ناموسي هذا الشوط بتوقيت زمني وغدر 6 دقائق 8 ثواني 49 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لحمد بن سعيد بن سالم بن سعيد الهاشمي من أهدى أبناء السلطنة هذا الناموس الصباحي الجميل. المركز الثاني 6 دقائق 8 ثواني 76 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك النايف من حصل على المركز الثاني، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثالث، كان الوصول من قبل شعار بن جبران 6 دقائق 11 ثانية 29 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها مشاهدينا الكرام لمالك شاهين جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري.